مشاهدينا حلقتنا مستمرة، والآن مثل ما نوهنا سابقا أن الحلقة اليوم هي الحلقة الطبية، وأكيد ضيفنا اللي انضم لنا خلال الفاصل الدكتور ريتشارد صغيب، وهو اختصاصي طب العيون من عيادة انترناشنال كلينيك. رحب فيك دكتور، حياك الله معنا. الله يخليك دكتور. احنا أكيد رحب فيكم ومشرفين بوجودك معنا، وبداية حابين نتعرف عن عيوب النظر بشكل عام. عيوب النظر بنقسمها لثلاث أقسام: طول النظر، قصر النظر، والاستجماتيزم. القسم الكبير من العالم عنده اللي بنسميه قصر النظر، يعني هو المعروف بالمايوبيا. المايوبيا هو الشخص يلي ما بيقدر يشوف واضح على البعيد، والهايبروبيا يلي هو طول النظر، هو الشخص يلي ما بيقدر يقشع عن قريب بوضوح، والاستيغماتيزم هو اللي بيشوف غير واضح عن بعيد وعن بعيد عن قريب. هلا اذا بدنا نفصل الفرق بين الثلاثه، هو بالنسبه لاهم شيء بالنسبه للعين، بطول بالمايوبيا يلي هو قصر النظر، السبب فيه يكون او بالقرنيه او بالعين. العين فيها تكون طويله، او القرنيه بتكون الانحداب تبعولها او الانحراف تبعولها اكثر من الطبيعي. بينما بالطول النظر العين تبقى اكثر من الطبيعي، او التحدب القرنيه هو اقل من العادي. اما الاستيغماتيزم او ما يسمى بانحراف القرنيه، هو بيكون التحدب القرنيه غير منتظم. هون المفروض نشرح، لأنه في كتير ناس ما بتعرف شو هو الاستيغماتيزم. تحدب القرنية غير منتظم، يعني منتظم يعني بشكل زازة الساعة، إذا نطلع بالساعة منشوف شكلها كيف مبرومة ومنتظم. بينما إذا أخذنا شكل الملعقة منشوف أنه الملعقة التحدب اللي فيها غير منتظم. أوكي، هلأ هودي هن ثلاث أقسام بالنسبة للعيوب. دكتور، في ممكن واحد يجمع طول النظر وقصر النظر مع الاستيغماتيزم؟ ولا يمكن. في يجمع طول النظر مع الاستيغماتيزم، قصر النظر مع الاستيغماتيزم، بس ما فينا نجمع طول النظر مع قصر النظر. لا أكيد طول النظر إنه معكس بعض، بس مع الاستيغماتيزم ممكن. مع الاستيغماتيزم ممكن. طيب دكتور، إحنا دائما لما نقيس العيون يكون بمقياس 6 على 6. فشنو علاقته بقصر النظر وبعد النظر؟ 6 على 6 هو قياس النظر عن بعد. عن 6 أمتار. أنا عارفة إنه 6 أمتار. عن 6 أمتار، بس قياس النظر، بس نقول 6 على 6 هو عن بعد، مش للقراءة، هو عن بعد. هلا فيها تكون المسافة 6 متورة، فيها تكون أقل. المهم إنه الحجم، يعني حجم ال الشيء اللي بدنا نشوفه عن بعيد يكون متناسق مع الست متورة. يعني إذا كان الشيء الكبر تبعه تنقول نص متر عن بعد، يعني إذا كان بنحسبه نص متر على بعد الست متورة، مفروض أنه هو نفسه بيكون 25 سنتي على 3 متورة. يعني هيدي بتغير، يعني هو قدي العين فيها تفرق بين نقطتين بزاوية معينة على بعد معين. هيدي هي الستة على ستة. بس ليش دكتور الفحص يكون فيه مثلا هذا العلامات الاتجاهات، ويعني بس مجرد هذا الفحص يقدر الدكتور الاخصائي يعرف اذا كان يعني انت نظرك 6 على 6 او اقل؟ اكيد من خلال الفحص هذا، بمجرد هيدا فينا نعرف من دون نظاره قد ايه بيشوف على 6، بس ما فينا نعرف كم درجه عنده غير ما نفحصه ونقرر كم درجه عنده مشان يشوف 6 على 6. العدسه اللي بنحطها ليقدر يشوف 6 على 6 هي بتكون الدرجه يلي عنده. يعني يلي بيشوف 6 على 6 بلا نظاره هيدا بيكون ما عنده درجات. بس تنقدر نعرف قد ايه على 6، اكيد ما في غير انه نقريه على هاي المسافه او اقل حسب الشيء اللي بدنا نفرجيه، ونقرر قد ايه بيشوف على 6. يعني يفحص اذا عرف العلامات صح هذا 6 على 6، ما عرف هذه العدسه اللي تنزل وتكون واضحه او مو واضحه. لا، الفحص اول شيء الفحص بده يكون بكل عين وحده مش بالعينتين سوا. نعم، هي شغله. ثاني شغله، منقريه من الاكبر للاصغر. نعم. اوكي، الاصغر شيء هو 6 على 6، والاصغر شيء هو اصغر شيء. هلا على 6 بيشوف قد ايه بلا عدسه، نرجع مندل نزيد عدسات ونحط عدسات مشان يقدر يشوف بالعدسه 6 على 6، هالنتيجه هي بتكون قد ايه معه درجات بكل عين واحده.
وما بنجمع ولا مرة العينتين مع بعضهم. يعني إذا واحد عنده اثنين بعين وثلاثة بتاني عين ولا مرة بيكون عنده خمسة، بيكون عنده اثنين باليمين وثلاثة باليسار. طيب دكتور، عمليات علاج عيوب النظر ممكن تشرح لنا إياها بشكل مبسط في البداية، يعني شلون ممكن خاصة مع تطور الطبي؟ علاجات عيوب النظر مبدئيا في إلى عدة أكثر من جراحة، بس أكترية العيوب بتتصلح بجراحة الليزر. جراحة الليزر أكيد، جراحة الليزر كمان في إلى حدود، مش كل شيء فينا نسويه بالليزر، بس عادة فينا نساوي قصر النظر لحد 8 درجات، فينا نساوي طول النظر لحد 5 درجات، وفينا نساوي الأستيغماتيسم لحد 4 درجات. هيدا بالنسبة للليزر. يعني هي مو يعني تعيد النظر 6 على 6 للجميع؟ أكيد فينا نعيد النظر 6 على 6 لأكترية العالم. حسب، وهيدي منقررها حسب فحص العين قبل العملية وحسب صورة القرنية، هي بتقرر قدي رح تطلع نتيجة الجراحة من قبل ما نساوي العملية، مش بعد العملية منقول انه ما زبطت او عم بيشوف بس هالقد. من قبل العملية فينا نحدد مدى نجاحها. نعم. يعني الشخص في أشخاص راح تنجح معهم 100%، في أشخاص ما فينا نسوي لهم العملية. منشان هيك الفحص قبل العملية هو أهم شيء. أول شيء بهذا الفحص بدنا نحدد الدرجات، قدي عنده درجات، إذا عنده طول نظر، قصر نظر أو أستيغماتيس. تاني شغلة إذا في عنده أي مشاكل بالعين، بشبكية العين أو بضغط العين أو بأي مشاكل أو انحراف بالعين، بهيدي الحالة أحسن ما تنعمل عملية تصحيح النظر. الشغلة التانية والأهم إذا كانوا هودي كلهم موجودين، هو صورة القرنية يلي هي بتحدد شكل القرنية وسماكة القرنية يلي عليها بده يصير الليزر. إذا كان هذا الفحص مزبوط مبدئيا العملية بتنجح. هذا بالنسبة للليزر. والليزك هلا أنا بس أحكي عن الليزر، كون عم بحكي عن الليزر والليزك، لأنه بالاثنين هو في جهاز اسمه الليزر إكسايمر. هو الليزر إكسايمر هو اللي بيصحح عيوب النظر. هلا أي تقنية بنستعمل بأكترية الأحوال مفروض الطبيب هو يقرر أي تقنية ومش المريض، لأن المريض ما بيعرف شو الفرق بين الاثنين، وبيفكر إنه أوقات كتير إنه الليزك أحسن، بينما هي في حالات كتير ما بتتساوى ليزك، بس ممكن نقدر نسويها بالليزر إكسايمر. بس بالحالتين في الجهاز نفسه عم يتساوى. هلا إذا بدنا نحكي عن الفرق بين أول تقنية والثانية رح نحكي. تقنية الليزر إكسايمر هو منستعمل الليزر على سطح القرنية، يعني على منشيل بس الغشاء، أول الغشاء البراني من القرنية ومنساوي الليزر. بينما بالليزك بده يصير في قطع للقرنية، تنفتح القرنية، يتساوى الليزر بقلب القرنية وتنرد القرنية مثل ما كانت. يعني الليزك أخطر؟ الليزك منه أخطر. الليزك في له شروط أكيد، مش حيالله شخص في يعمل ليزك، مش حيالله حكيم في يساوي الليزك، مش حيالله طبيب، بده يكون في عنده خبرة، لأنه في أجهزة معينة بدها تستعمل زيادة عن الليزر إكسايمر بالقرنية، أكيد مفروض يكون عنده خبرة باستعماله. بشكل عام العمليات الليزر والليزك في لها خطورة، يعني آثار جانبية على المريض؟ هلأ كل عملية في لها مضاعفات أكيد، بس هيدي بتنبحث مع كل بكل حالة لوحدها. يعني في هلأ أكيد في شروط للعملية، إذا كل هالشروط موجودة مبدئيا مضاعفات العملية كتير قليلة. شنو هي الشروط اللي ممكن على ضوءها الدكتور يحدد إذا المريض يحتاج ليزر أو ليزك أو مستحيل أنه يقوم بأي واحدة منهم؟ أول شغلة مفروض أنه المريض أو الشخص يكون عمره فوق 18 سنة، يعني ما فينا نسويها لولد عمره 10 سنين أو 12 سنة، بعكس ما الناس بتفكر أنه في حال الولد عم بيزيدوا درجاته بسرعة يلا منركض منساوي الليزر ومش الحال. ابدا هيدا شرط مش مزبوط. مفروض اول شيء يكون عمره 18 سنه، ثاني شيء يكون في له سنه او سنتين هالدرجات ثابته، لان ما فينا نساوي ليسك على درجات بعدها عم بتزيد، لان نحن خلال العمليه فينا نشيل الدرجات الموجوده، ما بنعرف بعدين شو بصير. وقت نتاكد انه هالدرجات صاروا ثابتين خلاص ساعتها بنشتغل على هيدا عدد الدرجات. نعم. يعني في مرحلة تثبت ضعف النظر يثبت؟ مفروض ضعف النظر يثبت قبل ما نقرر نسوي علاج بالليزر أكيد. نعم. طيب هذه المدة بين تغير الدرجات لأي شخص شنو الفترة الزمنية الطبيعية اللي ممكن من خلالها يتغير النظر؟
ودرجات النظر تختلف بالنسبة للمريض؟ يعني مبدئيا نحن بننطر بعد 18 سنة سنة أو سنتين، في حال أنه هالنظر ثابت فينا نسوي العملية. دكتور، في البعض يعني مثلا عنده ضعف بالنظر، نعم، ويقول ما يلبس نظارة، نعم، فهل هذا ممكن تزيد النسبة عنده إذا ما لبس نظارة؟ أبدا، النظارة ما إلها علاقة بزيادة الدرجات ولا ضعف العين. النظارة هي بتساعد الشخص لحتى يقدر يقشع طبيعي، بعكس ما الناس بتفكر إنه اللي بيلبس نظارة معناتها ضعف النظر ما رح يزيد، وإذا ما لبس نظارة معناتها ضعف النظر رح يزيد. بكل الأحوال ضعف النظر إذا رح يزيد رح يزيد، وإذا ما رح يزيد ما رح يزيد. طبيعي يعني ما لبس نظارة. النظارة هي مشان يقدر يقشع أحسن. نعم. طيب دكتور، يعني في ناس ما تفضل تخوض العمليات الجراحية، نعم، فتفضل العدسات اللاصقة أو النظارة، نعم، شنو تنصحهم أكثر الأسلم للعين؟ هلا بالنسبة لهيدي علاجات تصحيح النظر بالليزر أو بغير عمليات، هيدي ما فينا نحن نجبر الشخص، لأنه نحن ما فينا نعتبره مريض، نعم، هيدا شخص. العملية هي مشان تريحه مش حتى تأذي أو تنزع له عيونه. بهيك حالة مفروض هو الشخص يجي عند الطبيب يطلب منه يقول له أنا خلص نظارة ما ناوي ألبس وعدسات ما فيي أو ما بدي ألبس. هذا هو الشرط الأساسي. يعني بهاي العملية الشخص هو اللي بيقرر قبل الطبيب، يعني مش مفروض الطبيب هو يقنع الشخص بالعملية. نعم. يمكن يوصل مرحلة أن تضايق من النظارة ومن العدسات يبي يشوف طبيعي، يعني مثلا في عنا عند الرجال أكثر شيء الرياضيين ما فيهم يحطوا نظارة، يعني بفضلوا ما يلبسوا نظارة. هلأ أكيد النساء ما بيطيقوا أبدا النظارة وما بدوا يلبسوها، هذا صار غير موضوع. بالنسبة للعدسات، هلأ عند الرياضيين فيهم يحطوا عدسات وعند النساء فيهم يحطوا عدسات، وإنما العدسات على المدى البعيد وأكترية العالم بعد كذا سنة ممكن يعملوا حساسية على العدسة، يعني ممكن يوصلوا لمرحلة إنه ما بقى يقدروا يحطوا العدسة، العين ما بقى تتحمل العدسة. ساعتها الحل الوحيد إذا ما بده يلبس نظارة هو يسوي العملية. نعم. في أشخاص غير يلي عندهم تنقول فوق 3 درجات، هودي حلمهم بس يفيقوا الصبح يقدروا يفتحوا عيونهم ويشوفوا بلا نظارة، بيبقوا حاطينها على طول حدهم تبس يقوموا يحطوها. هودي كمان هني طلبهم إنه يوعوا الصبح يفتحوا عينيهم ويشوفوا، هودي الحل الوحيد إذا لا نظارة ولا عدسات هي الجراحة. بس الجراحة بده يكون الشخص هو طالب يساوي الجراحة، إذا خايف ما رح يجي وما رح يطالب وما رح يعملها، هون صار غير موضوع. دكتور، ممكن في مرحلة أنت ممكن تقول حق المريض أنا ما أقدر أعمل لك نظارة تصحح نظرك وأنت محتاج العملية؟ ولا يمكن. في حال هو العملية حتى ما يلبس نظارة ولا عدسات، يعني هي العملية حتى تخلي الشخص يشوف مثل ما عم بيشوف بنظارة بلا نظارة، مثل ما عم بيشوف بالعدسة بلا عدسة. ولا يمكن انه شخص مش ماشي حاله بالنظارة او بالعدسة ما بيشوف، بالعملية يصير يشوف احسن. ولا يمكن. دكتور، في يعني مقولة ان العدسة ان القرنية او العين تتنفس مباشرة، فالعدسة ممكن تغطي هذا طريقة التنفس او اخذ الاكسجين، هل هذا الكلام صحيح؟ 100%. العدسة بتخفف من الاكسجين اللي بيوصل على قرنية العين واللي هي بحاجة إلها. بس هلا مع التطور العدسات الجديدة عم تكون اكثر، بتخلي كمية الاكسجين تفوت على قرنية العين أكيد. بس المشكلة مع اللي بيحطوا العدسات إنه هني ما بيهتموا كتير، يعني مفروض اللي بيحط عدسة كتير يعتني فيها. أول شيء يغسل إيدي قبل ما يلبسها، يغسل إيدي قبل ما يشلحها، بس تحمر العين مفروض نشيلها قبل ما نيجي عند الطبيب، مش منيجي عند الطبيب إلا يومين بعيننا بحمرة. تاني شيء ممنوع ينام بالعدسة مهما كان نوعيتها، لأنه وقت اللي بتكون العين فاتحة أكيد أنه الأكسجين بيفوت من خلالها، وإنما مهما تكون نوعيتها إذا حطتها بقلب العين ونايم ومسكر عينه ما رح يفوت الأكسجين على قرنية العين. طيب دكتور، أنا ودي نرجع شوية استباك، يعني في ناس نظرهم يظل 6/6 لسنوات متقدمة من عمرهم، وفي ناس لا من عمر صغير يكون عندهم مشكلة بالنظر. شنو في علاقة معينة، شيء وراثي أو شيء جيني أو مسببات مثلا المحيط أو البيئة اللي عايش فيها الإنسان؟ هل أكيد في شيء وراثي، يعني منشوف انه الاولاد اللي ابوهم وامهم بيحطوا نظارة اكترية الوقت رح يكونوا بيحطوا نظارة، بس بذات الوقت منشوف اشخاص لا الاب ولا الام بيحطوا نظارة بيطلعوا هني بيحطوا نظارة. هلأ هيدا له علاقة بشيء يعني
أكيد شيء جيني، وإنما ما ببين على طول عند الكل. يعني أكيد في شيء ما له علاقة بالجانب الوراثي. وفي شيء له علاقة. نعم دكتور، احنا أكيد راح نكمل حوارنا معك، لكن نستسمحك بفاصل قصير وبعدها راح نرجع نكمل حوارنا. مشاهدينا فاصل صغير وراجعين، خليكم معنا. الفريق الطبي البلجيكي المتخصص بتقديم أفضل وأحدث التدخلات الجراحية البسيطة والمعقدة لجراحة العظام والعمود الفقري وجراحة عظام الأطفال وإصابة والتأهيل، استبدال مفصل الركبة الكامل، جراحة عظام الأطفال، تبديل مفصل الركبة بالمنظار والتدخل الجراحي البسيط، زراعة نصف مفصل الركبة، جراحة القدم، إعادة تصنيع الرباط الصليبي الأمامي والخلفي والأربطة الجانبية، عملية ضيق العمود الفقري، عملية الكتف، تبديل الركبة ومفصل الركبة بالتدخل الجراحي البسيط، عملية العمود الفقري، العمليات الرياضية، عملية استبدال مفصل الركبة بالمنظار، الأجهزة والمعدات الطبية الملائمة للمريض. مستشفى السيف أبهر برعايته. أعاني كل يوم من آلام الظهر، حرمتني من أني أمارس حياتي الطبيعية. أجريت فحوصات وتلقيت العلاج، وساعدوني أني أتغلب على الآلام، وتمتعت بصحتي مع أحبائي. مستشفى السيف أبحر برعايتنا. أراك سعيد أبو سعيد. حبيب أبو طارق، خلصوا القضايير ما تنسين الحسبلية، حلاوة الجبن كمان. ايه على راسي. حلو بده حلو. صبلي حل حياتك. منذ ربع قرن ونحن نصنع الابتسامة. مشاهدينا عودة مجددا بعد هذا الفاصل، مستمرين في حوارنا مع الدكتور ريتشارد زغيب من عيادة انترناشنال كلينيك وهو أخصائي العيون. دكتور، يعني احنا لو نبي نعرف ان الشخص اللي يسوي عملية تصحيح نظر، يعني شنو الوقت اللي ممكن يشوف بوضوح؟ هل بعد العملية مباشرة او انه محتاج وقت؟ هلأ تتوقف على نوعية الجراحة اللي تساوي. اذا كنا عم نساوي الليزر الإكسايمر العادي، ممكن تاخذ القصة بين الأسبوع والأسبوعين لحتى يقدر يشوف تقريبا 6x6 عن بعد. وإنما في حال سوى الليسيك أكيد رح تكون النتيجة أسرع، يعني خلال 24-48 ساعة بيكون كل شيء نظر صار تقريبا 6x6. نعم دكتور، بالنسبة للتقنيات الليزر والليزيك، هل هي في تطور مستمر أم من هذا أقصى تطور وصلنا له؟ في دراسات بعد؟
نعم. هلا بالنسبه للجراحه بالليزر اكيد انه صار في تطورات من سنتين لهلا. هو بالنسبه للليزر صار في الليزر حتى ليزر اكسايمر متطور اكثر، فينا نسويه بدون ما نشوف، بدون ما نشيل الغشاء البراني تبع القرنيه، والليزيك صار فينا نسويه بدل ما نقصه بالمايكرو كيراتوم يلي هو الآلة الحادة اللي كنا نقص فيها القرنية، صار فينا، صار في جهاز جديد اسمه الفيمتو ليزر، هو بيقدر يقطع القرنية مشان نقدر نساوي الليزر اكسايمر بداخل القرنية. دكتور يعني العملية تتم في مكان حساس في العين، مش كثر مؤلمة العملية؟ العملية بحد ذاتها منا مؤلمة أبدا، بعكس ما بتفكر العالم، خلال العملية ما في أبدا ألم، خاصة إذا كنا عم نساوي ليسك، يعني ليسك لا خلال العملية ولا بعد العملية. خلال العملية ممكن يحس الشخص بشوية ضغط على العين أو تقل على العين، وإنما مثلا بالليزر العادي أكيد ما في لا وجع ولا تقل ولا شيء، شغلة كتير بسيطة، ممكن بعد ساعتين من إجراء العملية يبلش يحس إنه عيونه عم بتدمع حمراء، ما عم يقدر يفتح عيونه على خلال شي يومين وبعدين بيمشي الحال. بعدين بيمشي الحال. على مشاهدينا الكرام اللي حاب ان عنده سؤال في هذا الموضوع يقدر يستفيد من وجود الدكتور ريتشارد معانا ويتصل علينا على الارقام اللي الظاهره على الشاشه. دكتور يعني نشوف احنا الاشخاص اللي يمكن اللي كان يلبس نظاره بعدين يسوي العمليه هذه، ما ادري عاد من النظاره وشيء تكون عيونه داخل نعم. يعني لما هل احنا مو متعودين على شكله بدون نظاره او انه من يعني كثر ما يلبس النظاره؟ هلا كل الاشخاص اللي بيحطوا نظاره، في كتير أشخاص بيجوا تيساوي العملية لأنه بيعتبروا أنه على كثرة الوقت ما حط النظارة بيحسوا أنه عيونهم صارت غرقانة شوي أو غميقة، بشان هيدي القصة بيقرروا أنه بدنا نساوي العملية. طبيا ما لقينا في علاقة بين لبس النظارة وأنه العين تكون صارت غميقة شوي، مع أنه إذا منطلع بالصور منحس أنه هالشي مزبوط، بس طبيا ما لقينا في شي بيربط بين لبس النظارة وأنه العين صارت شوي أغمق. هلأ بعد العملية ممكن هو يحس أنه حتى كمان عيونه صاروا أحسن، تحسنوا شكليا. دكتور احنا تكلمنا قبل شوي عن العدسات اللاصقة، بس نبي نعرف أنواعها وشلون ممكن أي شخص يحدد يختار هالنوع أو هذا النوع كعدسات. كعدسات، كعدسات لاصقة. هلأ العدسات اللاصقة في منها نوعين، في نوع صلب ونوع طري. هلأ النوع الصلب هو يلي فينا نحطه بحالات طول النظر وقصر النظر ما في مشكلة، وإنما بالحالات اللي فيها الأستيغماتيسم ساعتها مجبورين نحط، صار في عدسات طريه لتصحيح الاستيغماتيسم بس ما بتصلح اكثر من 3 درجات. في حال في الاستيغماتيسم اكثر من 3 درجات او في حال الاستيغماتيسم اللي موجود منه متناسب، يعني في مشكله معينه بالقرنيه مثل القرنيه المخروطيه، ساعتها فينا مجبورين نحط عدسه صلبه. يعني العدسه الصلبه هي مجبورين فيها في حال درجات الاستيغماتيسم فوق 3 وفي حال في قرنيه مخروطيه. ببقيه الحالات فينا نحط العدسات اللاصقه طريه الا في حال يلي في حساسيه، لانه بعكس ما الناس بتتصور، صحيح انه العدسه الصلبه قاسيه بالعين وممكن توجع من وقت لوقت، وانما هي بتخلق اقل حساسيه للعين من العدسة الطرية. يعني ننصح المشاهدين أن يستخدمون العدسة الصلبة تكون أفضل؟ لا ما فينا ننصح، نحن بالوقت الحالي صار في الاستعمال العدسات الصلبة كتير قليل، لأنه هي وقت صارت العدسات بلشوا باختراع العدسات الصلبة قبل ما يصير في العدسات الطرية. بالوقت الحاضر أكترية الأشخاص بيحطوا عدسات طرية، العدسات الصلبة بس بنستعملها بحالات خاصة بالوقت الحاضر، هي الحالات يلي فيها انحراف قرنية عالي فوق 3 ويلي في حال قرنية مخروطية ما فينا، يعني العدسة الصلبة الطرية ما بتحسن النظر. بس في الوقت دكتور في بعض العدسات تكون طويلة المدى لمدة سنة، هل هذا الكلام صحيح؟ أو في بعضها لمدة يوم واحد أو أسبوع؟ هيدي بالعدسات الطرية فيها تكون العدسة ليوم واحد، فيها تكون لأسبوعين، فيها تكون لشهر، وفيها تكون للسنة. هلأ أكيد من ناحية
أيها أحسن للعين؟ أكيد العدسة اللي بتنحط أقل بالعين هي أحسن. ليش؟ لأنه الحساسية اللي بتصير على العدسة هي من البروتينات اللي بتفرزها العين على على العدسة. هلا هالعدسة بدها تتنظف كل يوم. العدسة اللي بتنحط على سنة قد ما ننظفها رح يضل في عليها بروتينات وتخلق حساسية بالعين وما تعود العين تتحمل العدسة. وإنما يلي بتنحط أقل أكيد إنه تتلحق العين تفرز البروتين ويصيروا موجودين على العدسة منكون صرنا رح نغيرها. منشان هيك لكن العدسة اللي بتنحط على يوم أحسن بكتير للعين، لأنه أول شيء أطرى أرق، الأكسجين بيفوت أكتر، تاني شيء بتعمل أقل بكتير حساسية بالنسبة للعين. نعم دكتور، إحنا معنا اتصال من آلاء. آلاء مساء الخير. ها حبيبتي تفضلي وجهي سؤالك للدكتور. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، تفضلي. تفضلك دكتور، انا عندي استجماتيز بالعين، طبعا ما اشوف واضح كلش، ملامح الوجه ما اشوفها، فخوفت من قالوا لي انه ليزك زين حق العين، بس خوفت لان قالوا لي احيانا ما تكون اوكي حق الاستجماتيز. زين، فحصتي شيء حراسة القرنية عندها استجماتيزم دكتور، بس قاعد تسأل عن الليزك. اوكي، كل شخص بده يساوي عملية ليزر أو ليسك، بما أنه هيدي العملية بتصير على القرنية لتصحيح عيوب النظر تبع كل العين، فإذا المفروض تكون القرنية سليمة. تكون القرنية سليمة معناتها شكل القرنية سليم وسمكتها سليمة. لأنه الليزر شو بيعمل؟ الليزر بيغير بشكل القرنية حتى تصير الصورة يلي منشوفها تصير على شبكة العين، مش خلفها ولا وراء ولا قدامها، لكن مفروض تكون سليمة. مشان هيدي مفروض نعمل صورة لقرنية العين يلي هي التوبوغرافي. هيدي بتدرس شكل القرنية كل نقطة بنقطتها وبتعطينا سماكة القرنية. إذا كان هالشكل تبع القرنية منيح أوكي، والصورة هي أهم، لأنه بتقدر تفرجينا أنه إذا هالشخص ممكن يكون عنده قرنية مخروطية أو ممكن بعد العملية يصير في نوع من الكومبليكيشنز يلي هن مثل القرنية المخروطية. نعم. فإذا الصورة منسويها حتى نأكد أنه هالقرنية سليمة، ما في ولا نسبة أنه ممكن يكون فيها قرنية مخروطية أو بعد العملية تسوي لنا مشاكل بشكل القرنية. نعم طبعا آلاء، أتوقع أن سمعت إجابة الدكتور، وإحنا شاكرين لك على اتصالك وعلى سؤالك. دكتور، هل ممكن إجراء عملية الليزك أو الليزر أكثر من مرة في عمر الإنسان؟ نعم، في كتير حالات نحن منساوي العملية على درجات معينة قدي بيكون عنده الشخص منساوي العملية. هلأ في كتير حالات منكون درسين كتير منيح، لأنه منعرف أنه كل درجة هالليزر بيشيل من سماكة القرنية. في أوقات كتير منكون عاملين كل شيء مزبوط وبعد العملية الشخص بيشوف كتير كتير منيح، بعد فترة منحس انه النظر رجع شوي لورا. هلأ رجع شوي لورا، الخطأ ما بيكون لا على المريض لأن ما حط الأطراف مزبوط، ولا على الطبيب يلي ما اشتغل مزبوط، ولا على جهاز الليزر يلي هو اشتغل مزبوط، لأنه النتيجة بعد العملية كانت ناجحة. لأنه دايما بس يصير في ليزر على القرنية، هالقرنية بدها تتفاعل. حسب تفاعل القرنية مع الليزر في حالات أكيد بيرجع بيبين شوية درجات من بعضها، بنسميها الريجريشن، وممكن أكيد تتعالج على شرط أنه سماكة القرنية تكون بعدها قادرة تتحمل نشيل منها درجات. نعم، احنا معنا اتصال. ألو مساء الخير. ألو مساء النور. تفضل يا أم طلال، وجه سؤالك للدكتور. أي يما عندي ولدي من عمره 7 سنين سوى عملية. عملية شنو بعد؟ عملية حول. عملية حول، نعم. ايه. شنو السؤال؟ بعدين الحين وهو السعالة بشوف قايلين له الشبكة خربانة. شبكية خربانة. ايه. ايه يعني يصير له حل ولا ما يصير له؟ وبعد ردت تقلب. ردت مرة ثانية يصير في حول الحين؟ اي 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 من زمان مو من الحين. لا بعد العملية رد مرة ثانية؟ لا كانوا اثنين حول، سوى وحدة. اي نعم. اليمين اليسار استعدلت. نعم. بعدين جت هذه. نفسها اللي سوى لها العملية يما ولا الثانية؟ سوى لها من زمان يما، تقريب عمره من 7 سنين، الحين هو 43 سنة.
اوكي مشكورة ام طلال على اتصالك. هي عندها هلا السؤال هو عن الحول هون ما له علاقة بالليزر. بس اذا كان في انه اذا الليزر ممكن يحسن هيك حالات او الليزر الاكسيمر او الليزك اكيد لا. في كتير ناس بتفكر انه الليزك هو بيصلح كل شيء، بالعكس نحن بنقول انه العين بدها تكون سليمه من كل النواحي، يعني ما في حول، ما في اي اعتلال بشبكيه العين، ما في مي بيضه، ما في مي سوداء، العين سليمه 100% بالنظاره بتشوف كتير منيح، ساعتها بنسوي العمليه لحتى ما يلبس نظاره. في حال في اي مشكل غير احسن هالعمليه ما تتساوى وما لازم تتساوى. يمكن هي كان سؤالها ان ولدها عنده مشكله في شبكيه مع عوده الحول، فاذا في علاج للشبكيه فتره طويله، قال 7 سنين والحين عمره 44 سنه. الحول هو انحراف للعين كلها، ما له علاقة بالقرنية. هلا الحول في منه أنواع، بس أكتريته بيكون خلقي، يعني بيخلق أوكي الولد في عنده حول، الحول في يكون جواني، في يكون براني، في يكون لفوق، في يكون لتحت، ما بيأثر. هلا أكيد بده ينفحص لحتى ينشوف شو في أي مشاكل مع الحول. ممكن هالحول يكون ناتج عن مشكل تكويني بالعين، يعني إذا ولد عنده عينتين، عين بتشوف منيح تاني عين ما بتشوف منيح وما انفحص لعمر السنتين والثلاثة، أكيد أنه الولد رح يتكل على العين اللي بتشوف صح. تاني عين نحن ما عرفنا لأن ما حدا فحصه أنه تاني عين، وهو ولد ما عم يتشكى وما بيعرف أنه تاني عين ما بيشوف فيها. مع الوقت أكيد هيدي العين رح تحول أو لجوة أو لبرا حسب شو نوع الدرجات اللي عنده. فإذا الحول مش قصة بس عيون جالسة أو عيون منا جالسة، الحول في مشاكل إلى علاقة بالعين، في مشاكل إلى علاقة بالدماغ. يعني وقت نعمل نسوي عملية للحول، مدى نجاح العملية له علاقة بمدى صحة العين ومدى قدية الدماغ رح يفهم هالصورة رح يشوفها بالعين يلي كانت حولها وجلست. نعم. يعني في حال كانت العين صحيحة نتيجة العملية رح تكون أحسن أكيد، يعني مفروض تتعالج العين كعين تيتحسن نظرة قبل ما تتساوى عملية الحول. أو في بحالات كبيرة عند أشخاص كبار معارفين هن أنه هالعين ما بتشوف منيح وإنما العملية عم يعملوها بهدف تجميلي لحتى تجليس العين، هيدي أكيد منساوي العملية أكيد الوضع بيتحسن، بس منحطهم بالجو أنه بعد فترة ممكن العين ترجع تحول لأن ما فيها نظر. يعني بس تجميل ان مكان العين بدل ما يكون بالطرف يكون بالنص 100%. هي العمليه هيدي دوره، بس حتى تبقى العين جالسه مفروض تكون شغاله ونظره مزبوط، في حال ما انها شغاله بدها ترجع تحول. زين دكتور، اذا كانت عين صحيحه والعين الثانيه ضعيفه هل راح تتاثر فيها انه يصير الحمل على عين واحده راح تتاثر؟ لا ما راح تتاثر ابدا، هيديك بتضلها نظره مثل ما هو وهيديك بتضلها ضعيفه. لا العين الضعيفه ما بتاثر على العين القويه. نعم. دكتور احنا في عندنا سؤال من احد المشاهدين بتويتر يقول انه هل هناك وصفات بديله للحصول على عين صافيه ونقيه من الاحمرار مثل استخدام قطرات الليمون؟ يعني حامضوا بالعين يعني شيء خطير. بعكس ما الناس بتفكر، منلاحظ كتير أوقات في أشخاص بيجوا لعنا بيقولوا نحن عم نقطر حامض بعيوننا للي عندهم حساسية. نحن منقول إنه لا، الحامض بيحرق العين والحامض بيعمل والحامض. لما نرجعنا على الأدوية اللي كانت تستعمل من زمان بالنسبة للحساسية، لقينا إنه بالأصل كان ينحط فيها حامض لحتى تخفف الحساسية تبع العين، بس المشكل إنه بس تحطيها رح تحرق شوي لأنه فيها حامض، بس بعد نص ساعة أو ساعة رح تروق العين، بس أكيد إذا راحت عند طبيب ما رح يوصف لها تحط حامض بعيونه، رح يعطيها قطرة للحساسية، بس نحن عم نرجع على طبيعة العالم يلي هي جربت ووصلت. انه تحط حامض بعيونها، انه لا هيدي شغله صايره وفي ناس بحطوها وبيروقوا عيونها. بتقلل الاحمرار وتسوي العين صافيه؟ معلومه جديده. القطره دكتور اللي يستخدمونها عشان تصير الابيض البياض العين يصير ابيض بالمره، هذه في لها اثار ولا انها هلا في عده انواع، بس اكثريتهم اللي عم ينعطوا هي قطره بتخلي شرايين العين يلي على بياض العين تصير اصغر. هلا هيدي تعطي نتيجة لفترة نص ساعة، بس يروح مفعول القطرة ترجع العين حمراء. فإذا العلاج هو مش بلون العين، هو علاج السبب يلي خلى العين تصير حمراء، هون لازم تتعالج. يعني إذا في التهاب بنعالج الالتهاب، إذا في حساسية بنعالج الحساسية. وفي أوقات ناس بيجوا عينهم حمراء لأنه في عندهم شريان شوي هو حجمه كبير
أو أكثر من شريان حجمه كبير موجود بالعين، هيدا يعني ما فينا نعمل له شيء. يعني لو حطينا قطرة أو ما حطينا قطرة هيدا ما له سبب، هيدا خلقي ما فينا نعمل له شيء. دكتور، في ناس قاعدين يسألون عن إجراء عملية الليزر أو الليزك أكثر من مرة مع تقدم العمر، وإذا كان لها أعراض جانبية على حسب الفترة الزمنية أو عمر الشخص اللي مسوي العملية. هلا نحن حكينا عن شغلة إنه الليزر فينا نسويه بعد عمر 18 سنة، بس ما اضطرقنا لأي عمر فينا نسويه وبعد أي عمر. بالضبط. أكيد. هلا حتى واحد يستفيد من الليزر، الليزر بينعمل. عفوا دكتور المقاطعة، الظاهر في معانا اتصال من بيوسف على الخط. بيوسف حياك الله، تفضل. جزاكم الله بخير ومسي عليك وعلى الضيف الكريم. الله يسلمك، الله يسلمك، تفضل إذا سؤالك بيوسف. شكرا. سؤالي حق الدكتور لو تكرم يعني. عندي أنا عتم بالليل يعني في القيادة، أو يعني شوفي بالليل هذا، بالنهار طبيعي يعني رغم أنه ضعف نظر عندي، بس أعاني بالليل من ال. وتلبس نظارة؟ لا ما ألبس. نعم. في على فكرة النظارة. نعم. بس ما ألبس. يعني فحصت عند دكتور أعطاك شيء؟ والله قال لي في عندك ضعف. وما أدري بعد، هم أنا شفت الدكتور شرح موضوع العملية وكذا. نعم. من بعد 18 سنة، لكن قالي يعني العمليات هذه أشوف يعني ناس وايد يشكون منها، يعني بالنسبة تدري لظروفنا، ظروف الجو. نعم. في ناس يشكون منها يعني ما نجاحها يعني نسبتها قليلة، اللي هي عملية إزك أو يعني. نعم. يعني سؤالك بيوسف تبي تتأكد إذا كانت هذه العملية ممكن يعني تحل عندك مشكلة العشاء الليلي. اي ممكن تحل العشاء الليلي أو لها علاقة الليلي يعني هذا. يعني شكرا لك، شكرا لك بيوسف. مثل ما قلت من شوي إنه هي العملية ما بتتساوى غير على عين سليمة. عين سليمة. العشاء الليلي هو مرض بشبكية العين. نعم. وهو وراثي أكترية الأحوال بأكترية الأوقات. أكيد بالعشاء الليلي أصلا بيكون في ضعف بالنظر، يعني حتى بالنظارة ما بيشوف 6/6 بالضوء، هو بيفكر حاله أنه عم بيشوف أحسن أكيد، بس هي نظره بيكون أصلا ضعيف، بس أكيد بالضوء بيشوف أحسن من الليل، بالليل بيكون نظره تقريبا معدوم. لسوء الحظ لحد اليوم ما في أي حل لا بالأدوية ولا أي عمل جراحي لتصحيح النظر أو تصحيح النظر بالليل للأشخاص اللي عندهم اعتلال بالشبكية من العشاء الليلي أو غير العشاء الليلي. يعني دكتور عملية تصحيح النظر الليزك أو الليزر فقط للي عنده ضعف نظر وعينه صحيحة من أي مرض؟ 100%. هيدي العملية هي للشخص يشوف مثل ما عم بيشوف بنظارة بلا نظارة. نعم. احنا معنا ايضا اتصال من ام مازن. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية. الله يعافيك. بس ما يخالف تقصرين التلفزيون وتسمعيني من التليفون ان شاء الله. انا عندي ولد حبيبتي عيونه تعبانة. من شنو؟ والله ما ادري، هو صغير قالوا حساسية. نعم. بعدين قالوا الغرمية تعبانة وفيهن جفاف. جفاف. ايه بعرف الدكتور شو يقول لي، يعني شنو له عملية، نظارات، عدسات. اوكي. بس هذا سؤالك مباسل؟ هذا سؤالي، مشكورين ويعطيكم العافية. يعطيك العافية. دكتور طبعا دكتور اكيد صعب من الكلام ان لا، الوضع هو وضع حساسية عند ولد. نعم. يعني اكيد، بس نقول حساسية يعني العدسات منا واردة ومش. نعم. موضوع عملية، لانه موضوع الحساسية هو موضوع شيء له علاقة بالجسم وبيكون حساس على عدة اشياء خارجية او داخلية. بقى العلاج هو علاج الحساسية بحد ذاتها. هلا اذا فينا نعرف من شو الحساسية عال كتير منيح، بس المشكل انه اكترية الاوقات ما فينا نعرف سبب الحساسية. هلا اجمالا منبلش نفتش على غير اعراض بالعين. يعني شو؟ يعني قصة ضعف بالنظر. في كتير اولاد عندهم عيون حمراء بيحكوا عيونهم بدمعوا، بيكون السبب هو ضعف بالنظر. مفروض نفحص النظر قبل ما نعطي علاج لحمار العين او للحساسية. طبيعي انه الحساسية يلي هي نوع من الرمد الربيعي اذا ما تعالجت مزبوط في كتير حالات
عند الأولاد بتكون كتير قوية، بتأثر على قرنية العين، بتعمل تقرح بالعين، وهون المشكلة كتير قوية. بس إنه أكيد قصة عملية لا، قصة عدسات لا، أكيد بدها تتعالج بالطرق المناسبة للحساسية. نعم. بالنسبة للجفاف، الجفاف هلأ الجفاف مم هلأ عند الأولاد ما في، ما بيبقى في كتير جفاف. الجفاف اجمالا بيجي مع العمر، اوكي مع التأس بيجي من شوية امراض داخلية ممكن تعمل جفاف بالعين، بس هي الحساسية بحد ذاتها مع حط الاطراط الكتيرة ممكن تساوي جفاف للعين. يعني هي الحساسية بحد ذاتها بتنشف العين، والقطرات زيادة إذا حطوا كتير كمان بتنشف العين. نعم. احنا نرجع حق الموضوع اللي كنا توقفنا عنده قبل الاتصالات اللي جتنا، اللي هو لمتى ممكن الواحد يسوي عملية ليزر أو ليزر؟ هلأ يقال إنه عملية الليزر تتسوى بكل الأعمار، فينا نساوي عملية ليزر، بس الإفادة من الليزر هي شو؟ هي إنه واحد ما يحط نظارة ولا عدسة. فإذا نحن نعرف إنه بعمر فوق 40-45 شخص طبيعي بيشوف كتير منيح للبعد، بحاجة يحط نظارة للقراءة. نعم. هيدا شيء طبيعي. فإذا إذا بده يستفيد من هالعملية يلي هي ما يحط نظارة، مفروض يعملها أقرب شيء من عمر 20. في حال عملها بال40 بده يفكر انه قديه رح يستفيد منها، لان بعد سنه سنتين رح يشيل النظاره تبع البعد ويصير يحط نظاره للقراءه. هل هو موافق على هذا الموضوع؟ ما بعرف. هلا الحل بهيك حالات بس يكون شخص قريب من ال40، نجرب نصحح له بعين يلي بيتكل عليها نصححها للبعد 100%، بتاني عين نخلي فيها شوية ضعف لأنه هاي رح تساعده للقراءة. بهالحالة هاي ما بيحط نظارة لا للبعيد ولا للقريب لفترة أكتر، يعني بيستفيد من العملية لوقت أطول أكيد. هلأ بعد عمر 50 سنة يلي هو أكيد صار فيه إنه مشاكل للقرب كمان، يعني بدك تساوي العملية، إيه فيك تساوي عملية عين للبعيد وعين للقريب وحسب شو كان عنده أي أنواع من ضعف النظر. بس لازم واحد ينتبه إنه هيدا الزلمة اللي صار عمره 50 سنة مع الوقت بده يقدم على مشاكل، مش على مشاكل، على تحولات بالعين. يعني بنعرف نحنا انه المي البيضاء يلي هي منا مرض، يلي هي شيء فيزيولوجي يلي مع العمر أكترية العالم قد ما تعيش رح تساوي مي بيضاء. اكيد اللي مساوى عملية ليزر او ليزك اكيد في ساوي عملية مي بيضاء، ما في اي مشكلة. بس انه اذا واحد فحصني وممكن يكون ما كان عنده ضعف نظر وهالضعف النظر بين او تغير، ممكن هالشخص يكون بلش عنده بداية مي بيضاء. بهالحالة أحسن ما يفوت بقصة الليزر، لأنه بحد ذاتها جراحة المي البيضاء وزرع العدسة داخل العين رح تحلله كل المشكلة بدون الليزر، واللي هي أحسن وأقل مشاكل، لأن السوى ليزر رح يشوف لفترة سنة سنتين ويرجع بده يعمل يسوي عملية المي البيضاء. نعم. إحنا معنا يمكن معنا اتصال. جاسم، جاسم حياك الله. الله يحييك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ممكن تكلم دكتور؟ اي تفضل، سؤالك جاسم. الله يسلمك. انا سؤالي بس يمكن بعيد عن الليزك شوي. الهالات السود اللي تحت العين. السواد اللي تحت العين؟ اي اللي الهالات السوداء يسمونها تحت العين. نعم. انا يعني فيني درجة خفيفة اللي هي عدلت نومي ما فاد، وكذلك الاكل غيرت الاكل ما فاد، يعني حتى اذا عدلت نومي زاد مرات فواد. نعم. هذا هذا الدكتور يعني. هذا سؤالك جاسم، مشكور، شكرا لك جاسم. على الهالات اللي تحت العين اذا كان لها علاقه هل بالاكل، هو قال غيرت الاكل او قله النوم او في لها علاقه؟ هلا هيدي لها علاقه اكثر شيء بقصص عائليه. بنلاحظ انه أكترية العالم اللي بيجوا بيتشكوا من هذا الموضوع هن بالعائله عندهم هيك. هلا اوقات تعب النظر ممكن يزيدها شوي. هلا العلاج تبعوله حسب، يعني بين كريمات تنحط للعين مشان تطر العين والجلدة، وممكن نوصل أوقات لحقن البوتوكس، وممكن أكثر لعمليات جراحية مشان نظبط العين. نعم. دكتور، إذا نبي نعرف في مثلا تصرفات أو نمط حياة معين، الشخص اللي يشتغل على الكمبيوتر، الشخص اللي، هل هذه تأثر على ضعف النظر؟ هيدي ما بتأثر على ضعف النظر، يعني ما في شخص صار عنده ضعف نظر وصار يلبس نظارة لأنه بيشتغل على الكمبيوتر أو لأنه يشوف تلفزيون وايد مثلا. كمان لا. هلأ اللي بيصير أنه اللي بيقعد على الكمبيوتر بدون ما ينتبه، نحن بنعرف أنه مفروض العين تدلها رطبة، وبدون ما واحد يفكر هي العين بس ينشف دغري هو بيغمض وبيفتح عيونه. اللي بيقعد على الكمبيوتر
بيقعد ساعات طويلة ما بيحس وما بيشتلي وبيدلم حتى عيونه، أكيد عينه معرضة أكثر إنه تنشف وتحمر، منشان هيك منحسها تعبت وحمر. بقى منقول لهم بيقعد على الكمبيوتر مفروض كل نص ساعة ساعة يحط نقطة دمع اصطناعي وبيمشي الحال. نعم دكتور، يعني احنا نسمع مثلا الأمهات والأجداد وخروا عن التلفزيون، خليكم لازم في معلومات طبية أنا لازم تكون على بعد كذا متر من التلفزيون، مترين عشان تشوف عدل وما يأثر على النظر، هل هذه المقولات كلها صحيحة؟ الفكرة مش هون، الفكرة أنه الأهل بيجيبوا الولد أنه هيدا ما عم يقعد كتير قريب من التلفزيون، شف لنا إيه إذا عم بيشوف أو ما بعم بيشوف. نحن بنفحصه بيطلع في عنده ضعف نظر، بس هو عم بيقرب على التلفزيون لأن عنده ضعف ما عم يقشع عن بعيد. معناتها الحل ينفحص يلبس نظارة ويصير يقعد بعيد، معناتها مش التلفزيون هو السبب، هو عنده ضعف نظر مشان هيك قرب على التلفزيون. اها يعني المشكلة العكس. المشكلة هي العكس. نعم نعم دكتور، يعني في يمكن معانا اتصال فاصل، معانا فاصل واحنا اكيد راح نرجع نكمل حوارنا دكتور معك. مشاهدينا فاصل صغير وراجعين.